معنا من لندن مراسل الحدث مصطفى زارو. أهلا ومرحبا بك مصطفى، تطلعنا على التطورات وجدول أعمال هذه اللجنة بقيادة طبعا وزير الخارجية السعودي ولقائه مع نظيره البريطاني. حاليا أنا أتواجد خارج فندق حيث يجري الوفد الوزاري العربي الإسلامي يعني جلسة مع بعض الصحفيين لاطلاعهم على هذه اللجنة وأهمية هذه اللجنة في إيصال رسالة إلى الدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن، وبعدها سينتقل الوفد برئاسة الوزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للقاء وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون لمحاولة مناقشة الوقف الفوري للتصعيد العسكري في غزة، بالإضافة إلى تأمين الممرات الآمنة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والماء والكهرباء والوقود، خصوصا مع مواصلة الحرب الإسرائيلية هناك في هذا القطاع ووقوع يعني أكثر من 13 ألف ضحية حتى هذه اللحظة. أيضا هناك يعني محاولة إقناع الجانب البريطاني المتمسك بدعمه لإسرائيل في الدفاع عن نفسها وأيضا بما يتماشى مع القانون الإنساني والدولي. وخلال هذه الجلسة التي لا تزال جارية في هذا الفندق كان هناك يعني امتعاض كبير من قبل الوزراء على أن يعني بريطانيا وأيضا أمريكا تقول بأنها تريد أن تدافع إسرائيل على نفسها بما يتماشى مع القانون، ولكن هناك جرائم بشعة يتم ارتكابها وهذا مخالف للقانون الدولي والإنساني، وبالتالي هناك مساعي حثيثة الآن للضغط على الجانب البريطاني، ومن ثم سينتقل الوفد الوزاري إلى باريس لمحاولة لقاء المسؤولين هناك بخصوص هذه المهمة التي تولتها هذه اللجنة الوزارية المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية في الرياض. وهل جرى الحديث هل جرى الحديث أيضا مع الصحفيين في لندن عن ما أنجزته اللجنة في المحطات السابقة قبل لندن بكين وموسكو؟ حقيقة كان هناك الإشارة إلى هذه المسألة، خصوصا وأن مهمة الوفد الوزاري ربما تكون شوية يعني شيئا ما صعبة مقارنة بالزيارتين السابقتين إلى بكين وموسكو، خصوصا وأن الحكومتين الصينية والروسية يعني كان مواقفهما واضحة للغاية، يريدان وقف لإطلاق النار وأيضا يعني حل المشكلة أو القضية الفلسطينية من جذورها، ليس فقط وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات بل أيضا محاولة إلى إعادة المسار حل الدولتين وفق القوانين والقوانين الدولية، وخصوصا وأن هناك يعني تشريعات وفق الأمم المتحدة، وبالتالي المواقف هاتين الدولتين العضويتين الدائمتين في مجلس الأمن واضحة، لكن يبدو أن المهمة ستكون صعبة شيئا ما بالمقارنة مع لندن وباريس وواشنطن، وبالتالي هذه مهمة توليها هذه اللجنة لمحاولة الضغط على هذه الأطراف الغربية لمحاولة الضغط من جانبها على إسرائيل، وأيضا يعني إذا كانت هناك أي من ملاحقات قضائية فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب مثل ما شهدنا من خلال الصور منذ يعني أحداث 7 أكتوبر. شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل.